وكان افراد الفرقه الاقليميه للدرك الوطني بلوطايا بالتنسيق مع فصيله الابحاث للدرك الوطني ببسكرة في عمليه نوعيه من حجز كميه معتبره من المخدرات الصلبه نوع كوكايين وتوقيف جماعه اجراميه متكونه من 3 أشخاص مشتبه فيهم وتراوح اعمارهم بين 37 و40 سنه. العمليه تمت بناء على معلومات وارده مفادها محاوله تمرير كميه من ماده الكوكايين من احدى الولايات الشرقيه الى ولايه بسكرة على متن مركبه نوع بيجو 208. على الفور تم وضع تشكيل امني محكم بوضع نقطة مراقبة وتفتيش على مستوى محاور الطرق المحتمل المرور عليها، وبعد مشاهدة المركبة محل معلومة تم توقيفها وإقضاءها لعملية تفتيش، أين تم العثور على كمية معتبرة من الكوكايين تقدر ب 213 غرام وكانت مخبأة ومهموها بإحكام تحت مقود السيارة، إضافة إلى مبلغ مالي من عائدات الترويج، أين تم توقيف شخصين مشتبه فيهما واقتيادهما إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق. مواصلة لإجراءات التحقيق وبعد الحصول على إذن بالتفتيش من طرف السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا تم توقيف المشتبه فيه الثالث، كما أن العملية أسفرت على حجز 213 غرام من مادة الكوكايين، سيارتين سياحيتين، مبلغ مالي يقدر ب 53 مليون و300 دينار جزائري، مبلغ مالي من العملة الصعبة يقدر ب 230 أورو، إضافة إلى 4 أختام و9 هواتف نقالة.